مباراه لمصلحه الكاميرون. قبل المباراه كان زميلنا رضا العودي بيرشح فريق الكاميرون انه يفوز بهذه الكاس. اعتقد ان شكل الكاميرون حتى الان, لكن ده احنا لسه في 31 ممكن يحمل هذه الكاس, لكن هل يسكت بومفرير والمدافعين والمهاجمين ولاعب الوسط للمنتخب النيجيري؟ هنشوف, وهنشوف احداث المباراه هتقول. اذا اكوتش الكره معاه يحاول يتقدم, يلعب لما تتخلص وفي صفاره وخطا خطا لمصلحه نيجيريا بمكان خطر, وهذا هو اكوتش ما هو قابل ابدا النتيجه بالمره. شوف يحاول مرة مكان في خطا من ومي يرتكب خطا ضد اكوتش, واكوتش اللي رافض تماما هذه النتيجه, متنرفز زعلان فعلا. يعني اداء نيجيريا اقل, احنا قلنا نيجيريا تلعب بالاسلوب البرازيلي الاسلوب الشو, لكن الكاميرون تلعب بالاسلوب المفيد جدا, الاسلوب اللي له مردود ايجابي. وساندي اوليسي على التنفيذ الان يشوت جول, انما خارج الملعب ضربه مرمى, ضربه مرمى. محاوله كانت, محاوله من الكابتن ساندي اوليسي, شوف ما هو قابلها ابدا, يعني يندب حظه في اللعبه هذه. شوف يلعبها مر جنب القائد وخارج الملعب. اللي يميز ايضا منتخب الكاميرون في هذه المباراه العمق الدفاعي اللي عامله منتخب من بدايه المباراه. الراجل بيختار لكل مباراه طريقه اللعب, واللاعيبه اللي بيراقبوا لاعب المنتخب النيجيري, وعمل عمق دفاعي وعمل ضغط هجومي وعمل كثافه عدديه في وسط الملعب, ومسيطر تماما على المباراه بشكل غير عادي. حتى الان لم يختبر بكار حارس مرمى المنتخب الكاميروني في ولا هجمه ولا تسديده ولا كره عرضيه ولا ضربه ركنيه ولا تواجد هجومي, لا الكانو ولا الشوكو ولا لوكوشا ولا جورج بندي. اعتقد من وجهه نظر الشخصيه هيدفع بتغييرين مره واحده فيما لو استمرت نتيجه الشوط الاول 2-0 بإكبيبة ومعاه بابا نجيدة, وادي هجمه كاميرونيه. كره اللعب الان توصل لإيتامي, يحولها جانا, جانا يطلعها بعرض, يحاول يطلعها بعرض الملعب, ورايح له ايضا بابا يارو يحاول يضغط عليه. جانا على طول انضغط عليه, رجع ورا مره ثانيه ويشوت انما خارج الملعب وضربه مرمى. هذا شوف الان شايف منتخب احتياطي منتخب نيجيريا, وهذا هو فوي لاعب ويستام يونايتد 25 سنه عنده هدفين في هذه البطوله في مرمى غانا والجزائر. اصيب الحقيقه قبل كاس العالم, هذا ترى ما لعب كاس العالم 98, اصيب قبل كاس العالم واتشال من القائمه. كره توصل لاكبار, الكره معها لعبه لتحدي ما يسيطر عليها, توصل مره ثانيه لومي, ومي حولها جهه اولمبي, اولمبي الكره معها سولون, اولمبي على طول لبير, ومي تتخلص الكره توصل في نص الملعب, في نص الملعب. هذه لعب النيجيريين, يعني هذه شوي هذه بعكس لعب الكاميرونيين, في اقتصاد في الوقت وفي خطوره, اقتصاد في الوقت لانهم هم يعتمدون على الكور السريعه شوي, الكره الطويله شوي, فيما يبقى النيجيريين لا عايزين لهم حوالي 15 نقله لغايه ما يوصلوا للجول, بياخذ وقت طويل لحد ما يوصل لمنطقه جزاء المنتخب الكاميروني, عكس منتخب الكاميرون في اربع نقلات ممكن بيوصل, وبيوصل بخطوره وبتهديد على مرمى المنتخب النيجيري. لكن برضو افضل اقول لحد نهايه الشوط الاول انتشار المنتخب الكاميروني من الناحيه الدفاعيه, من الناحيه الهجوميه التحركات اكثر من ممتازه, الرقابه على رؤوس الحربه والمدافعين من خط الوسط, دارس كويس قوي لشانتر خطه بومفرير, ودارس اوجه القوه في المنتخب النيجيري. عشان كده زي ما احنا شايفين كسبان 2-0 هو الافضل, ودي هجمه مره ثانيه خطر للمنتخب. ايتامي كره معاه الان ويحاول يتقدم, ياخذها ويحاول يعدي, انما ما فيها شيء, ما فيها شيء, ما فيها شيء. لا هو صدم المدافع ايتامي, هذا هو لاعب مايوركا الاسباني, لاعب مايوركا الاسباني, وامامه عرض اخر الان في اسبانيا للانتقال لاحد الانديه الاسبانيه, ولكن ما افصح عن العرض, لا زال يرتبط بمايوركا الى الان. كره اللعب توصل في نص الملعب, يحاول يحصلها كانو, وضاع كانو ساها لاعب الارسنال اللي عنده خلاف قوي مع الارسنال الان, لانه يظل الارسنال يحاول ان يشتري ديفيد بيكهام, وبالتالي لو اشتراه فعلا راح ينتقل اللي هو كانو الى اما فرنسا او هولندا, وعنده مشكله اخرى لانه ما مقابلين يجيبون له زوجته للندن. كره اللعب توصل لكانو, الكره معه على طول, كوتشا يحاول يعدي, ضغط على المدافع, لعبها مره ثانيه في نص الملعب تلعب, ادي بوجه الكره معه يحاول يمشيها, انما يخلصها جانا, خلصها جانا. وفعلا يعني دفاع متحرك, دفاع متحرك ومنظم لمنتخب الكاميرون في مواجهه الرغبه الهجوميه عند نيجيريا ولو كانت محدوده وضعيفه. وقلنا احنا من البدايه لو تتابع كابتن
اغلب اهداف نيجيريا كانت من نص الملعب بالضبط، حافظها لو شانترلان قاعد يضغط على لاعبي نص الملعب ما يسمح لهم يتقدمون. مش مساحه نعم، مش تقدم والتنظيم الدفاعي للمنتخب الكاميروني، ثم منتخب نيجيريا الحقيقه ما زال بيلعب بطريقه 4-4-2 وبيأمنها لحد دلوقتي بومفرير مع لعيبه المدافعين. ادي كانوا اضطروا انه ينزل لنص الملعب وبومفرير قام عشان يزعق عشان اللعيبه تبدا تهاجم، لكن ما فيش مساحه انه يقدر يستلم فيها. ادي واحد وسط اربعه يا دوب هو الجنب الشمال لما بيفضى ممكن يعمل شكل افضل للمنتخب النيجيري، واتنقل له جورج كندي لاول ظهور لي. وادي هدف سلعه في الجول لما في حارس المرمى، بيت حارس المرمى اليوم بقى التحرك الوحيد لجورج فينيدي في الجنب الشمال لانه كان ملتزم قوي بالجنب اليمين، اتحرك بالجنب الشمال ووراه وكوشه واتحطت للمدافع من الخلف، عملت شكل خطوره للمنتخب النيجيري على مرمى المنتخب الكاميروني. هي هي الحقيقه خاطئ يعني مشكله تحسب وخطا يحسب على سوريل تيمانيا لانه المفروض يرجع ويغطي ويسمح ما يسمح لتقدم بابا يارو، ما يسمح له ابدا، وتعليمات يظهر لوشانتر انه هو ما يسمح له يتقدم، والمره هذه سمح له وبالتالي متى ما وصل صارت الخطوره. سونغ جانا جانا الكره مع اللي روبرت سونغ كابتن الكاميرون، يا سلام يلعبها بعقل، برافو عليك يا ولد، لاعب كبير الحقيقه. اللي فوي يحولها جهه اليمين وهذا يجمع عن طريق سوريل، سوريل نقيتها بينما المدافع رجع لحارس المرمى. بابا يارو لحارس المرمى تلعب شرونمو على طول يلعبها جهه اليمين الان توصل لاكباره تاريبويس العاجز تماما عن ايقاف خطوره وتحركات امبوما وايتو سامويل. بابا يارو لاوكوتشا يحاول مرت قدم اوكوتشا لكانو يلعب امام فينيدي جورج هو دم الجول انما تخلص. لا يا عم ما فيهاش حاجه، لا لا معلش ما فيها شيء ابدا، مش اي حاجه، في تحرك ممتاز من كالا مع سونج مع جانا، الحقيقه مش ممكن مع جانا، يعني عاملين ضغط دفاعي غير عادي وخبره غير عاديه للمنتخب الكاميروني، وهجمه مرتده بتتعمل بسرعه وبيكسبوا ضربات حره مباشره بيقدروا يخلوا المباراه تمشي زي ما هم عايزوا، يعني هم على مقعد القياده، هم اللي قايدين وهم اللي سايقين المباراه وماشيينها في السكه اللي هم عايزينها. المنتخب الكاميروني بخبره غير عاديه وبقوه جسمانيه وبمهاره فرديه وبلعب جماعي للمنتخب الكاميروني. والشيء الثاني ايضا ان الحكم قريب جدا من اللعبه وبالتالي يعني صفارته واضحه، صفارته صريحه، قريب، قراره سليم، ما في عنده اي مشكله الان. والكره توصل مره ثانيه الان على طول يحصلها اللي هو ومي ومي يتقدم فيها وطلعها بعرض الملعب في اللعبه. كم مفروض هذه جول ياخذها على طول شوف الجول انا ما ياخذها حارس المرمى. يا سلام عليك يا ايتو سامويل، لا عمرك 19 سنة لكن تفكيرك تفكير جماعة 30 سنة. الله عليك الله عليك يا لعيب صغيرة، واقولها من حلوة منك على قد سنك تاخذها وتعملها بالشيء الحلو، وفعلا يعني بس يا ريت الحلو ما يكملش. لكن اللعبة هذه مش ممكن، والمدافع اللي حطها براسه في الـ في الـ في ضغط هجومي للمنتخب الكاميروني. وادي الكرة العرضية من وومي، وادي الراجل يعني هو اللي حطها اعتقد اكبر اللي حطها واتحطت مره ثانيه وكانت تبقى هدف، لكن شرونوف في الوقت المناسب. نقدر نقول ان المباراه حتى الان في جانب واحد، جانب المنتخب الكاميروني الاقوى والاعلى والاحسن والاكثر مهاره وخبره وانتشار داخل الملعب ودرس في كره القدم حتى الدقيقه 41 من الشوط الاول من المنتخب الكاميروني لكل الفرق الافريقيه وخصوصا المنتخب النيجيري. اذا حوالي 4 دقائق تفصلنا عن نهاية زمن الشوط الاول من المباراة، الكاميرون 2 نيجيريا لا شيء في نهائي امم افريقيا رقم 22. وهذه هجمة اوكوشا الكرة معها يحاول يحط الهدف شوكو يخلصها مرة ثانية توصل وشوت انما عالي هذه من ادي بوجو، عالية من ادي بوجو، متحسف عليها ادي بوجو لاعب ريال سويسرا الاسباني، هذا هو واضح طبعا 30 سنة ويحاول اللي هو المدرب جو بومفرير ان يستفيد من قدرات اللاعبين الكبار اصحاب الخبره. وهذا الان لوشانتر يعني قاعد هادي، انا اللي نقول عليه بالشعبي حاطط في بطره بطيخه صيفي لحد النهايه صعبه طبعا، هو اللي كسبان كابتن 2-0 والموسم وصالحه، لكن لسه كل شيء ممكن يتغير، لكن نيجيريا عشان ترجع للمباراه لابد تسجل هدف، اللاعب اللي قدامنا ده ما يسجلش نيجيريا هدف، بالعكس ممكن المنتخب الكاميروني في ذكاء على فكره دارسين كل صغيره وكبيره.